أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تفرق الأمة الإسلامية في أيامنا وتشرذمها يدخل تحت قوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى؟ فأصبح نعم، هو يدخل في هذا. المسلمون الذين عندهم عقائد منحرفة وعندهم ضلالات تخرجهم من الدين وهم يدعون الإسلام، هؤلاء لا عبرة بهم ولا بانتسابهم إلى الإسلام. نعم.